قرارات النيابة نعمل فيها القرار المحكمة وقد تم إحضار الشاهد محمد بتاع أختار ثالث قاعة الجثة موجود في الجثة ولا خارجها؟ لما تم الاتصال بشركة نقل الطيران تبين أن الموظف المختص المطلوب يضع جمال عبد العزيز يونس أنه لم يتم إعلانه بحضور جلسة اليوم وقدمت صورة رسمية طبق الأصل محضر ضبط المتهمين القضية رقم